بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بإخواننا المهندسين والمزارعين والمهتمين بالشؤون الزراعية، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بإذن الله تعالى هنتكلم عن النيتروجين ونعاود اللقاء عن النيتروجين. قلنا النيتروجين من العناصر الكبرى اللي بيحتاجها النبات بكميات كبيرة، وإن هو مش ممكن إن النبات يكمل دورة حياته بدون وجود عنصر النيتروجين. النيتروجين قلنا بيتواجد في الصورة العضوية، ودي ما بيستفادش منها النبات إلا إذا تحولت إلى صورة معدنية، والصورة المعدنية ودي بتمثل 99% من النيتروجين الموجود، و1% يبقى في نيتروجين معدني. قلنا النيتروجين العضوي لا يمكن يستفاد منه النبات إلا إذا تحول إلى معدني. النيتروجين المعدني هنا بيبقى لي على صورتين، إما الصورة الأمونيومية أو الصورة النتراتية. النبات بيمتص النيتروجين إما على NH3 NH4 أو NO3، يا النترات يا الأمونيوم. دي الصورتين اللي جاهزين يمتص النبات فيهم النيتروجين. قلنا برضو من إذا كان النيتروجين عنصر أساسي لازم يتسمد به النبات، فلكل شيء سلبياته وإيجابياته. فالنيتروجين لو زاد عن حده هيتقلب ضده، بمعنى برضو إن أضرار زيادة النيتروجين إنه هيعمل لي النبات عصير نتيجة لزيادة المحتوى المائي وقلة الألياف في النبات، فهتخلي لي النبات أساسا عصير رخوة، لا ما يكونش عنده مقاومة أبدا لأي أمراض فطرية كانت أو حشرية كانت، وقلنا خصوصا الثاقب المصة، أنا بذكر بس في اللي فات. استمرار النمو الخضري الكثيف زي الطماطم او اللوبيا او البامية مثلا او البطاطا، لو استمر فيها بتبص تلاقيها ان هي ما كونتش درنات نتيجة لان انا هيجت النمو الخضري على حساب النمو الجذري، او حفزت النمو الخضري على حساب النمو الجذري. طيب برضو الاستمرار في النمو الخضري عن النمو الجذري بيأثر في سرعة نمو النبات، وبالتالي قلنا النبات ما بيكونش عنده مقاومة، ولذلك لو حصل استرس أو حصل أي مشكل في ارتفاع درجات الحرارة المفاجئ أو ده بيعمل لي خلل في النبات، أو نقص في الرطوبة الأرضية بتاعت التربة بيعمل لي خلل في النبات، لأن النبات أساسا ما عندهوش أي مقاومة أو ما عندهوش قوة تحمل. النبات عايش مرفه لأن أنت شغال في أزوت، فالدنيا مش كويسة معاه، واللي بيعمل القصة دهيت هو النيتروجين الأمونيوم أو اليوريا كمان بتعمل لي من أكتر المشاكل اللي بتعمل لي ده من الحاجات دي. تمام. ممكن زيادة الأزوت برضو يا جماعة بتعمل لي مشكلة، اللي هي مشكلة بتعملها لي زيادة الأزوت، وإن هو تساقط الأزهار إن كان في الخيار أو في الفلفل أو في الطماطم اللي ورايا ده، هي بتعمل لي مشكلة فيها زيادة الأزوت عن الحد المناسب يعني. تمام. طيب لو زاد الأزوت يا جماعة هل ليه علاج؟ ليه علاج ايه؟ لو انت لاحظت ان النبات عندك في تطور مستديم واللون بتاعه ازرق كاتم كده، مش نبات صحي، وحسيت ان في زياده في الازوت، في علاج. العلاج ده ان انا نعمل خلخله للنبات كده، او ان انا اعزقه عزيق جاير بحيث ان الجذور يتقطع منها شويه، الجذور السنويه طبعا او الشعيرات الجذريه دي تتقطع شويه، لان الشعيرات الجذريه هي المسؤول الاول والاخير عن عمليه الامتصاص، وهي انشط منطقة بيمتص منها النبات حتى الشعيرات الجذرية ده، فبنعمل لها عزيق جاير أو خلخلة كده، فبالتالي النبات بيحصل له عملية بتحس إن هو يعني ابتدى زي ما يكون أصابه نوبة عطش كده، فبتبص تلاقيه هدي شوية نتيجة إن هو قلل من امتصاص الأزوت اللي تحته. تمام. الحاجة التانية إن أنا بعطش النبات يا جماعة، لما بعطش النبات بيقل امتصاص الأزوت من التربة بتاعتي، بس العطش يكون بحذر، بمعنى برضو إن أنا ما أكونش غبي في التعطيش بتاعي. أنا عندي نقطة ساتوريشن بوينت دي، أو نقطة التشبع للأرض كلها بالغمر مليانة مية زي أرض الرز كده، وتمام. عندي نقطة تانية بيسموها الساعة الحقلية، ودي المناسبة جدا لنمو الجذور، لأن الجذر بيتنفس زيه زي الكائن الحي. تمام. عندي نقطة بيسموها نقطة الذبول المؤقت،
الزبون المؤقت ديت زي ايه؟ انت حضرتك لو رحت لكوسه لنبات حقل مزروع بالكوسه مثلا، فبتلاقي وقت الظهيره كده بتبص تلاقي الكوسه او القرعيات كده ابتدت ايه؟ تنام شويه لحد ما بتيجي الطراوه بتاعت العصر، او ان انت رويت بتبص تلاقي النبات راجع لحالته الطبيعيه تاني. دي نقطه الزبون المؤقت، النقطه اللي تحتها بيسموها نقطه الزبون الدايم، واللي عندها يا جماعه بيبقى الماء الارضي ممسوك بقوه كبيره دي جدا على حبيبات التربه، وده ما بيستفادش منه النبات، وده لا يمكن النبات يرجع لحالته الطبيعيه مهما رويته. فانا بقول لما بنعطش بنعطش بحكمه مش بغباء، بنعطش بحكمه بحيث ان انا اوصل لنقطه الذهول المؤقت، عشان اللي شيء في دماغي ان انا لما يقل الازوت عندي هيدفع بيه يزيد الكربوهيدرات، وبالتالي هيحصل عملية التزهير. طيب اضرار زيادة الازوت والله ما تقلش عن اضرار النقص بتاعه، لان عندك انت النقص بتاع الازوت برضو ده مشكلة، النبات هتلاقيه متخشب كده هوت، والنبات هتلاقيه متقزم، واصفرار في النبات من تحت لفوق، او ممكن على النبات كلته على حسب كان فلقة واحدة او فلقتين، هتبص تلاقي برضو عملية تساقط الازهار، والادهى والامر هيحصل تزهير مبكر. زي ما قلت انا قبل كده، نبات اساسا مش متحمل، هو تزهير مبكر، يعني زي الزواج المبكر بالنسبة للبنات، هو نفس القصة، لأن ده النبات أساسا مش مهيأ إن هو أو ما عندهوش البادي أو ما عندهوش الصحة إن هو يحصل عنده حمل وإزهار ويطلع لي ثمار. نفس قصة الزواج المبكر، فده لما النبات هيكون عنده نقص في الأزوت هندفعه للتزهير المبكر، وبالتالي الثمار مش هتكون أبدا طبيعية، ولا الإنتاجية في الآخر هتكون طبيعية. طيب بالنسبة للأزوت يا جماعة، كان من المعتقد إن النبات زمانا بيستفيد من النيتروجين اللي أنا بنحطه بنسبة 60 ل 70% استفادة مباشرة تحت الظروف الحقلية، بس لما استخدموا نظير المشع N15 أثبتت الدراسات إن 30 ل 50% فقط اللي بيستفاد بيهم النبات. طيب والكمية الباقية الممتصة بيجيبها النبات منين بقى عشان يكمل دورة حياته؟ بيجيبها من النيتروجين اللي موجود في التربة، اللي هو اتحول من الحالة العضوية للحالة المعدنية. تمام. طيب الفرق الكبير ده هو تقولنا بيجيبه منين؟ بيجيبه من من النيتروجين اللي هو موجود في التربه. تمام. او ممكن يا جماعه يتثبت النيتروجين، والتثبيت اساسا بيكون في حدود من 30 ل 40% في الاسمده الامونيوميه باللي في الاسمده النترطيه من 10 ل 20، بس عمليه الغسيل بتكون اكتر في الليشنج او الغسيل من سطح التربه بيكون اكتر في الاسمده النترطيه، يعني نترتنا شادر نترات كالسيوم دي بيكون في، او نترات بوتاسيوم، ده غسيل النترات بيكون سهل، وقلنا 100 مره ان النترات بتحمل شحنه سالبه، او التربه اساسا عليها شحنه سالبه، ففي الاراضي اساسا اللي هي القوام بتاعها مفكك زي الاراضي الرمليه او القوام بتاعها خفيف، فبتبص تلاقيه بيتغسل مع زياده ميه الري، واذا كان، ولذلك احنا بنسمد في اخر 5 دقائق في عمليه التسميد اذا كان فيرتيجيشن او انجكشن حقن يعني في السماد. تمام. نيتروجين عضوي ونيتروجين معدني، قلنا النيتروجين المعدني ده هو بيبقى عباره عن اما يكون نترات او اما يكون امونيوم، وقلنا امونيوم فيها الامونيا المسال، وفي الهيدروس امونيوم او الاكوا امونيوم 20 ل 25، هيدروس امونيوم 82، بيكون في الامونيوم سلفات الامونيوم بتبقى 20.6، عندنا اليوريا 46%، اما الاسمده النتراتيه فبدي بتحتوي على نترات البوتاسيوم ونترات الكالسيوم ونترات النشادر وحمض النتريك، دي كلها نترات. دي مشكلتها يا جماعة، أيهما أفضل بقى؟ السؤال الملح واللي هو أساسي في اللي احنا بنتكلم فيه ده، أيهما أفضل، أسمد سماد نتراتي ولا أسمد سماد أمونيومي؟ ده على عدة عوامل، أول عامل فيهم هو درجة الحرارة، هو درجة الحرارة. لو درجة الحرارة عالية عندي، يا ترى أسمد سماد نترات ولا أسمد سماد أمونيوم؟ قال لك حرارة بيعمل لي زيادة على في سرعة التنفس. طيب لما النبات بتزيد سرعة التنفس بيزيد سرعة استهلاكه للسكريات. تمام. فهيحصل بيقل التمثيل، لان التمثيل بتاع الامونيوم عشان يحصل في الجذور يلزم له الكربوهيدرات او السكريات، طب بيقل التمثيل بتاع الامونيوم في الجذور
طب بالتالي الجذور هيبقى فيها أمونيوم كتير، وبالتالي ممكن يحصل لي عملية تسمم للنبات نتيجة لتراكم الأمونيا وعدم تمثيلها في جذور النبات. طيب لو زادت درجة الحرارة بتقل ذائبية الأكسجين في ماء التربة، وبالتالي برضه بتقل كمية الأكسجين اللازمة لتمثيل الأمونيوم، وبالتالي هيحصل لي سمية برضه للنبات. إذا فلو زادت درجة الحرارة يا جماعة، إذا فأنا ممنوع أسمد أسمدة لا يوريا، ولا أسمد سلفات أمونيوم أو أمونيا هيدريت أو أمونيا مسال أو أمونيا أكو أمونيا، دي ما أسمدهاش في درجة الحرارة العالية. أمال أسمد إيه؟ أسمد النترات في درجة الحرارة العالية، تمام؟ كذلك يا جماعة، زيادة الأمونيوم بتؤدي إلى ظاهرة الفسيولوجية اللي كنت اتكلمت عليها قبل كده، إن النبات عندي هيصبح نبات الطماطم بتحصل عنده ظاهرة فسيولوجية اللي هي التفاف أوراق الطماطم الفسيولوجي، وخصوصا في درجات الحرارة العالية، فأبعد عن الأمونيوم في درجات الحرارة العالية. طيب النترات هي المطلوب ليه؟ بمجرد إن أنا بحط النترات، بمجرد امتصاصها على طول، بمجرد امتصاص النبات للنترات عن طريق جذور، بتنتقل فورا إلى الأوراق مباشرة. لما بتروح الأوراق يا جماعة بيتم اختزالها إلى أمونيوم، تمام؟ وبالتالي بترتبط مع السكريات، عشان بعد ما بترتبط بالسكريات بتكون لي إيه؟ بتكون لي أحماض أمينية، بتكون لي أحماض أمينية، تمام. بيقل انتقال النترات في ظروف الجو البارد، وعشان كده بنبعد عن النترات في ظروف الجو البارد. بنبعد عن النترات في ظروف الجو البارد. طيب مرحلة النمو يا جماعة، قلنا في التجهيز ينفع نحط نترات؟ ما ينفعش نحط نترات. لو انا بجهز وحاطط سماد عضوي وحاطط عايز احط ازوت، احط نترات؟ ما ينفعش احط نترات. ليه؟ لان النترات في الحالة دهيت قلنا في عملية التخمير وعملية اضافة المياه الكتيرة، هيحصل لي ان النترات عندي هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها غسيل مع كتر اضافة مية الري، وقلنا واجب هنا ان انا احط النيتروجين في صورة موجبة زي صورة الامونيوم عشان ما تتغسلش وتتمص على حبيبات التربة وما تتغسلش مع المية بتاعتي، تمام؟ طيب في المرحلة الأولى من حياة النبات، يا ترى أسمد نترات ولا أسمد أمونيوم؟ والله التسميد الأمونيوم أفضل في المرحلة الأولى. ليه؟ أولاً قلنا مفيش شبكة جذرية. النترات لما بتحطها المفروض في شبكة جذرية كويسة كثيفة، بعد إضافة النترات بتحاول تستفاد بأكبر قدر ممكن من النترات اللي أنت بتضيفها قبل ما تتغسل في مية التربة أو يحصل لها أي شيء تاني، تمام؟ النبات لسه صغير ويدوب البطمس بتاعه، جايبه نبات طماطم او خيار او اي حاجه وابتديت ازرعه، اسمد نترات؟ ما ينفع تسمد نترات. ليه؟ لان هيتتغسل، ولان مفيش شبكه جذريه اساسا تحجز الايون بتاع النترات ده، وبالتالي هيكون عرضه للغسيل. طب امال ايه اللي ينفع؟ الامونيوم تكون افضل. طب ايه اللي ينفع اكتر؟ 20 20 هيكون لك افضل، يعني الأسمدة المتعادلة دائما بتكون، قصدي المركبة بتكون أفضل من الأسمدة البسيطة في الحالة الدهية، تمام؟ في مرحلة التزهير أسمد إيه؟ يوريا ولا نترات ولا لا؟ في مرحلة التزهير لازم تهدي الريتم عليك شوية، بمعنى أصح إنك أنت المفروض بتسمد سماد نترات في الوقت ده، أو حمض نتريك معاك، نترات كالسيوم معاك، نترات بوتاسيوم معاك، اما الامونيوم واليوريا هتعمل لي مشاكل جدا في تساقط الازهار، وان النبات زي ما قلنا ممكن تشجع النمو الخضري على النمو الجذري، فده ما بينفعش في المرحله دهيت ان انا اضيف